مخاطبتنا للجنة الأولمبية الدولية ردا على كتابهم تاريخ 31/12، ولأبدينا في كل التعاون على طلبات اللي قدمت بما لا يخرج عن النظام والقانون والدستور. والحقيقة اللجنة كانت متفهمة لهذا الشيء، وإحنا نسعى حقيقة معهم إلى رفع نهائي وكامل للإيقاف الرياضي الكويتي. هذا اللي نقدر إن شاء الله نسويه بتعاون الجميع، بتعاون الجميع. الآن بعد ردنا على اللجنة الأولمبية الدولية، الآن مسؤولية اللجنة الأولمبية الدولية أن تحترم الرغبة دولة الكويت حكومة وشعبا بالرفع المؤقت لحين إن شاء الله حل مشكلة التشريعات والاتفاق على قانون جديد يكون إن شاء الله متطور يواكب كل التطورات على الميثاق الأولمبي وعلى أيضا الأنظمة الدولية.